السلام عليكم متابعي قناة المجلة الكرام. على الرغم من أننا نعيش في القرن 21 وهو عصر الإنترنت، والعالم أصبح قرية صغيرة، والتواصل بين البشر أصبح متاحا بصورة كبيرة، إلا أن هناك ممن يسكنون على وجه هذه الأرض من يزالون منعزلين عن بقية العالم، بل ويرفضون التواصل مع بقية البشر منذ أكثر من 60,000 عام، بل إن حاول أحد التواصل معهم يتم قتله بمجرد الاقتراب منهم. نعم، ما سمعته حقيقة عزيزي المشاهد. هناك جزيرة هندية تسمى جزيرة سنتينيل الشمالية، تقع تحديدا في خليج البنغال، ويقدر عمرها بحوالي 60,000 عام. تبدو شمال جزيرة سنتينيل من الأعلى جزيرة هادئة جميلة بشواطئها الرائعة وغاباتها الكثيفة، لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منها. الجزيرة جزء من جزر أندامان الهندية وسط المحيط الهادي، وهي من الجزر الأكثر انعزالا في العالم. كل من يحاول من الزوار أو الصيادين أن يضع قدميه فيها سيهاجم من القبيلة الغامضة التي تسكنها، والتي ترفض أي شكل من أشكال الاندماج في الحضارة والمدنية الحديثة، ولا ترغب مطلقا بالاختلاط مع العالم الخارجي. وقد شهدت أحداثا تدل على خطر هذه القبيلة التي تسكن الجزيرة، فقد قتلت صيادين اثنين كان يصطادان بشكل غير مشروع عام 2006، ويعرف عنها إطلاق السهام والحجارة على السفن والطائرات والمروحيات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة والتي تكون في مهمات استطلاعية. فقد حافظت الجزيرة على نفسها من كل سبل الاندماج مع البشر، ولا يعرف الكثير عن سكانها أو لغتهم أو عاداتهم ومعتقداتهم، ومن الخطر الاقتراب من القبيلة، وذلك بسبب عدائها الشديد للغرباء، وبالكاد يشاهد أفرادها في الصور التي يتم التقاطها، ومعظم الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة تكون بجودة سيئة جدا. يسير سكان الجزيرة مجردين من ملابسهم، يعيشون على تناول الأطعمة البحرية، وترى بعض التقارير بأن القبيلة قد تكون من أكثر المجتمعات ضعفا على وجه الكرة الأرضية، فمن المحتمل أن أفرادها غير محصنين من أمراض مثل الإنفلونزا والحصبة، وبحسب إحدى المنظمات فإن فرصة أن يقضي عليهم وباء مرتفعة جدا. ويرجع جزئيا عداء القبيلة للغرباء لأحداث من الماضي، ففي أوائل 1980 و1990 قتل العديد من أفرادها بمعارك مع المنقذين المسلحين الذين عادوا إلى الجزيرة لاسترداد الحديد وغيرها من السلع من حطام سفينة غارقة. وهناك تضارب كبير حول عدد سكان القبيلة، فبعض التقارير تشير إلى أن عددهم لا يتجاوز العشرات، فيما تفيد بعض التقارير الأخرى لبضع مئات، ولم يعرف ما حل بهم عقب كارثة تسونامي عام 2004. وقد حاولت طائرات تابعة لخفر السواحل الهندية تقديم المساعدة، لكن دون جدوى. وتوصف القبيلة على أنها قبيلة العصر الحجري، فقد استطاعت التكيف مع بيئتها على مر الزمن، وقد تكون القبيلة الأكثر انعزالا في العالم. وقد اختارت الحكومة الهندية عدم التدخل في شؤونها، وقد كانت هناك محاولة اتصال سابقة للحكومة الهندية، لكنها تخلت عنها بعد ذلك، تاركة الخيار للقبيلة في ممارسة حياتها كما تريد في الجزيرة التي تعادل في مساحتها مساحة منهاتن. وتعتبر الحكومة الهندية محاولات الاتصال مع القبيلة جريمة، وهناك منطقة عازلة وضعتها على طول 4 كيلومترات لحماية الزوار والصيادين. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.